يعتبر مركز شباب برزان من أوائل المراكز الشبابية في قطر، حيث يمارس نشاطاته برعاية وزارة الثقافة والرياضة. يهتم بمواهب الشباب ويسعى لتنميتها ويدعم إبداعاتهم على جميع الأصعدة. ويهتم المركز أيضاً بالرياضات كإنشاء المسابح والنوادي والصالات الرياضية وبوجود مدربين مختصين بجميع الرياضات، بالإضافة للمعسكرات والرحلات التي يقوم بها المركز والأنشطة المسرحية والتي من شأنها أن تنمي المواهب والإبداع في نفوس وعقول شبابنا. تنظم كلية القانون بجامعة قطر مؤتمرها السنوي حول القانون والرياضة، وتم اختيار هذا الموضوع بكل حذر من قبل اللجنة العلمية، إذ أن كلية القانون كل عام تختار موضوع هام يمس المجتمع القطري وبالتحديد يتصل بالمجتمع القانوني في دولة قطر بالتحديد، فتم اختيار القانون والرياضة. لا يخفى على الجميع أهمية الرياضة لدولة قطر وما تبذله الحكومة القطرية من دعم ومساندة لاستضافة أعرق المناسبات الرياضية والأحداث الرياضية، ولذلك ارتأينا في كلية القانون من دافع الأهداف التي رسمتها إدارة الجامعة لأن نسلط الضوء خلال هذا العام على قضية هامة وهي قضية القانون والرياضة. تم تقديم ما يقارب على 100 باحث للاشتراك في أعمال هذا المؤتمر، وتم اختيار من قبل اللجنة العلمية فقط 24 ورقة بحثية. سيتم في نهاية المطاف الخروج بمجموعة من التوصيات يتم تسليمها بإذن الله لأهل الاختصاص للاستئناس طبعا بتوصيات هذه الأبحاث لخطط الدولة المستقبلية. تسعى الكلية دائما أن تنظم مؤتمرها سنويا، ولذلك بإذن الله تعالى العام القادم سيكون عندنا أيضا مؤتمر سنوي سيمس قضية من القضايا المجتمعية القانونية الهامة. لم يتم الاختيار الموضوع إلى الآن، ولكن تسير إن شاء الله اللجنة العلمية إلى اختيار أنسب المواضيع. استضافنا في الشقب أول بطولة محلية لقفز الحواجز، طبعا هي الأول من نوعها بسبب الأهداف اللي احنا حاطينها فيها، إن شاء الله لها أهداف كبيرة مستقبلية. البطولة هي على مدى يومين، طبعا عندنا عدة ارتفاعات مختلفة، وعندنا طبعا مستويات فرسان من المنتخب إلى فرسان المستقبل اللي احنا نسميه فرسان المستقبل، طبعا فئة البونيات. من أهداف البطولة طبعا احنا ملتزمين برؤية قطر 2030 في تنمية الموارد البشرية، وطبعا أيضا احنا ما ننسى عنوان مؤسسة قطر اللي هي مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وهذه كلها من ضمن الأهداف اللي موجودة عندنا. أيضا واحدة من الأهداف اللي احنا نشجع فيها الملاك، ففي جوائز خاصة للملاك القطريين طبعا دعم لهم عشان إن شاء الله السنين الجاية نشوف المنافسة أكبر من بينهم. نتمنى نجاح النسخة الأولى من هذه البطولة طبعا بالتنسيق مع الاتحاد القطري الفرسية، وطبعا يشكرون على المجهود اللي قايمين عليه، ونوعد عشاق الفرسية إن شاء الله بالأفضل ومستويات أفضل إن شاء الله السنين الجاية. يعتبر هذا المعرض الأول للمعلمين والطلاب، الهدف من هذا بالفعل تشجيع وإبراز المواهب الفنية لدى طلابنا، أساس أن إحنا بالفعل نسعى يعني من رؤية دولة قطر تشجيع المواهب وإبرازها. فهذا كان من الجهود اللي مبذولة من قسم الفنون البصرية عندنا في قطاع شؤون التعليم لإبراز هذه المواهب وتشجيعها. هذه اللوحة تعبر عن بيئة قطر واهتمام الدولة دولة قطر برعاية الحيوانات الأليفة
فأنا حبيت أرسم الماعز واستخدمت فيها الألوان الباستيل. شاركت بالأعمال اللي وراي 8 لوحات، عبرت فيه بأسلوبي لأن أنا كاتبة قصص أطفال، بأسلوب قصصي عن المرأة الخليجية بحليها بتراثها بالألوان الحلوة. تمازج ما بين الطالب والمدرس وانعكاس الطالب، يعني نتائج الأعمال على الطالب نفسه، بحيث أن الطالب أيضا يكون هو جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية في النهاية. تنطلق قريباً البطولة المحلية 10 للروبوت والتي تنظمها سنوياً مدرسة زينب الأعدادية المستقلة للبنات، وتشاركها التنظيم مدرسة أحمد بني حنبل الثانوية المستقلة للبنين. تقام البطولة سنوياً لجميع طلبة قطر بالمدارس الحكومية والخاصة والمدارس العالمية، وتهدف إلى إنشاء ثقافة البرمجة وصقل موهبة الطلبة وتأهيلهم للبحث العلمي والتصميم. تعتبر البطولة المحلية للروبوت نافذة للمشاركة في البطولة العربية للروبوت التي ستقام هذه المرة في الدوحة من 19 إلى 21 مارس، وذلك تحت رعاية وزارة التعليم، وستقام في مركز قطر للمؤتمرات. المسابقات المحلية تتكون من المسابقات التالية: مسابقة لسن 6 سنوات إلى 9 سنوات، ومسابقة الفيرست ليجو، برنامج التحكم للسن من 9 سنوات إلى 16 سنة، ومسابقة تتبع الخط للسن من 9 سنوات إلى 15 سنة، ومسابقة السومو للسن من 14 سنة إلى 23 سنة. وتشهد البطولة هذا العام إضافة مسابقة هامة جداً تهتم بالمراحل المبكرة وتسمى جونيور، وهي تدريب الطفل على استخدام البرمجة والابتكار. وجميع هذه المسابقات ذات اعتمادات دولية، وتعتبر هذه الخطوة والمشاركات تجسيداً لرؤية الوزارة في الاهتمام بالتكنولوجيا والتكامل بين المواد، وتعكس أيضاً اهتمام الدولة بالبحث العلمي. تسعى جامعة قطر الجامعة الوطنية إلى تعزيز ثقافة وهوية مجتمعنا القطري، تأتي هذه الاتفاقية من هذا الباب. احنا نسعى إن شاء الله بالتفاهم والمذكرة اللي وقعنا عليها اليوم مع المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية إلى تعزيز لغتنا العربية لدى أبنائنا لدى طلبتنا. سوف تكون هناك مجموعة من البحوث المشتركة، هناك أيضا مشاريع أخرى من ضمنها استحداث اختبار الكفاءة للغة العربية، وهذا مشروع طموح حقيقة نسعى إلى تحقيقه، وكذلك عقد مجموعة من الدورات والمؤتمرات التي تعنى بجانب الاهتمام باللغة العربية إن شاء الله. أما فيما يخص اللغة العربية نفسها، أنا أرى أن الحمد لله يعني لغتنا هي لغة القرآن، وما في خوف من يعني اندثارها أو من تهميشها وكذا. هناك تحديات حقيقية بسبب العولمة وغيرها، لكن هي هذه اللغة التي تكفل الله عز وجل بحفظها وبسواعد أبنائها إن شاء الله. سوف نعمل على حمايتها وتعزيزها وعلى تطويرها إن شاء الله. نحن سعداء في المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية بتوقيع هذه المذكرة مع جامعة قطر، على اعتبار أن جامعة قطر هي الجامعة الوطنية التي يعني وصلت إلى مستوى عالمي وحققت وأحرزت كثير من الاعتمادات الأكاديمية العالمية، وبالتالي لها دور كبير، ولا بد أن تقوم المنظمة بالتعاون معها وإيجاد شراكات من هذا النوع المتميز الذي يسهم في تعزيز الدور المحوري للمنظمة في النهوض باللغة العربية في كافة المجالات. الاتفاقية هذه ركزت على التعاون مع الجامعة في عديد من المجالات التي تخص اللغة العربية، سواء في مجال البحث العلمي
البحوث والدراسات سواء في مجال الاختبار، اختبار الكفاءة كما أشار إلى الدكتور حسن وذكرته أنا أيضا في الكلمة. أيضا هناك مجالات كثيرة في مجال تطوير طرق التدريس والتعليم، وبالتالي هذه المجالات كلها ستصب في تعزيز دور اللغة العربية سواء في التعليم أو في الإعلام أو في مجالات أخرى كثيرة. في الأسبوع الثالث من مهرجان قطر للتسوق يواصل مول قطر أكبر مراكز التسوق والترفيه في البلاد جذب المزيد من زواره من أجل الاستفادة من الأنشطة الترفيهية والعروض الجوالة، بالإضافة إلى عروض التسوق على أشهر العلامات التجارية بخصومات تصل قيمتها إلى 50%. أتيت من الدنمارك، ويبدو لي مول قطر فكرة فريدة تجمع بين التسوق والترفيه. الأسعار جاذبة إلى حد ما، ولا ننسى بأنه يحتضن كافة الماركات العالمية. أتينا من الولايات المتحدة ونستمتع بأوقاتنا. أسعار المطاعم ربما تكون مكلفة، لكن لا يوجد ضريبة على الدخل هنا. المهرجان يتزامن مع عطلات نصف العام الدراسي للزوار القادمين من دول مجلس التعاون. أنا جاي من السعودية، صراحة أنا جيت قطر على طول، خشيت لأنها حلوة ما شاء الله، وسمعت عنها فعاليات، ويكفي شو اسمه قطر مول ما شاء الله حلو، شو اسمه الفعاليات الموجودة والمعاملة الحلوة أهم شيء. وتتاح للمتسوقين الذين ينفقون 200 ريال إمكانية الدخول في سحب أسبوعي يقام هنا في مول قطر، وذلك للحصول على فرصة للفوز بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى 4 ملايين ريال على مدى أيام المهرجان، تتضمن 15 جائزة نقدية تتراوح قيمتها ما بين 10,000 إلى 300,000 ريال يتم الفوز بها أسبوعياً. يوم التميز العلمي يحتفل هذا العام بنسخته 10، مسجلا في رصيده أسماء المئات من المتميزين المتوجين في مختلف المجالات. والاحتفال بيوم التميز العلمي مبادرة تهدف إلى نشر ثقافة الإبداع والتميز في المجتمع القطري، مما يؤدي إلى تحسين مخرجات التعلم ورفض الاقتصاد بالكفاءات المؤهلة لإدارة مؤسسات الدولة بكفاءة واقتدار. يوم التميز العلمي مناسبة سنوية لتقدير المتميزين علميا من أبناء دولة قطر وتكريمهم والاحتفاء بهم وتشجيع كافة الأفراد والمؤسسات التعليمية على تطوير أدائها وتعزيز الاتجاهات الإيجابية نحو المعرفة والبحث العلمي. في نسختها 10 تقدم جائزة التميز العلمي في 8 فئات لطلبة المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية، بالإضافة إلى جائزة التميز العلمي لحملة شهادة الدكتوراه وجائزة المعلم المتميز وجائزة المدرسة المتميزة وجائزة البحث العلمي المتميز. وقد كانت الجائزة عند تأسيسها مخصصة للمتميزين من خريجي المدارس الثانوية والجامعات ومدراء المدارس، وهو ما يبرهن على حيوية هذه الجائزة وتطورها من سنة إلى أخرى. الفائزون بجوائز يوم التميز على امتداد السنوات الماضية أضحوا يشكلون رصيداً بشرياً لدعم هذه المبادرة ومساندتها بالمساهمة في التدريب والتوعية والتعريف بها، كما ينظر مجلس الأمناء سنوياً في الاقتراحات التي ترد عليهم لإضافة فئات أخرى لجائزة التميز العلمي، والنية تتجه حالياً لإضافة فئة الماجستير والدبلوم لتوسيع نطاق المشاركة وإعطاء الفرصة لأكبر عدد من الدارسين والباحثين والطلاب لتقديم أعمالهم وتحقيق التميز. المجلس البلدي المركزي، العنوان الأول للعمل الانتخابي والتنافس في تمثيل المجتمع والاستماع إلى صوت المواطن في كل مناطق الدولة. مع انتهاء الدورة 5 للمجلس البلدي نكون قد شهدنا 20 عاماً من التجربة البلدية والعمل الدؤوب من أجل خدمة المواطن والمقيم.
فقد ظهر أول مجلس بلدي في قطر في أوائل خمسينيات القرن الماضي، بينما صدر أول مرسوم بنظام انتخاب وتعيين أعضاء المجلس البلدي عام 1963. تلا ذلك تأسيس مجلس بلدي مركزي بموجب القانون رقم 1 لسنة 1990. أما إنشاء المجلس البلدي المركزي الحالي فجاء بمقتضى القانون رقم 1 لسنة 1998 لتعقد بعدها أول انتخابات حرة لتشكيل المجلس البلدي المركزي عام 1999. يتألف المجلس البلدي المركزي من 29 عضواً يمثلون الدوائر الانتخابية التي تضم أكثر من 230 منطقة في الدولة، وهو مجلس مستقل يقوم بمسؤولياته الموكلة له وفق القانون، ويواكب النهضة التنموية الشاملة التي تعيشها قطر، ويساهم في التطور العمراني والمدني الذي تشهده البلاد، وينقل أصوات المواطنين وآراءهم إلى الجهات التنفيذية، ويتعاون مع كل المؤسسات الحكومية لتحقيق تطلعات أبناء الدوائر، ويقدم الاستشارات والتوصيات من أجل تطوير الخدمات. أصدر المجلس البلدي المركزي منذ إنشاء قبل 18 عاماً أكثر من 471 توصية بشأن العديد من المسائل التي تمس حياة المواطن اليومية. فالهدف الأول والأخير من هذا المجلس هو تحقيق رؤية قطر 2030. فجأة وبدون مقدمات وبين عشية وضحاها انقلبت الأمور رأسا على عقب في دور نجوم قطر الذي شهد تغييرات بالجملة ونتائج كارثية لفرق وتاريخية لفرق أخرى، وتبدلت الأحوال في جدول الترتيب. كل ذلك حدث في الجولة 21 من الدور التي وصلت فيها الإثارة إلى ذروتها. الإثارة بدأت في أول مباراة من الجولة التي جمعت لخويا ومصلال، والتي أسفرت عن مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في تلقي لخويا أول خسارة له هذا الموسم بثلاثة أهداف لهدف، وهي الهزيمة التي أضاعت القمة من بين أيدي لخويا بعدما تجمد رصيده عند 50 نقطة، تراجع بهم إلى المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما حقق أم صلال أغلى انتصاراته وأروعها على حساب المتصدر السابق، ورفع الصقور رصيدهم إلى 26 نقطة تقدموا بهم إلى المركز السادس. وبجدارة واستحقاق استقبل السد هدية لخويا واعتلى قمة جدول الترتيب بفارق الأهداف بعدما رفع رصيده إلى 50 نقطة، وذلك بعدما كشر الزعيم عن أنيابه واكتسح منافسه العربوي بسبعة أهداف نظيفة في نتيجة تاريخية للسد وكارثية للعربي، ليؤكد السد أنه على الدرع ناوي وأنه لن يفرط في القمة التي اعتلاها بسهولة. على الجانب الآخر استحق العربي الخسارة الثقيلة بعدما بدا مستسلما أمام الطوفان السداوي ولم يحرك لاعبوه ومدربهم أوزفالدو ساكنا، فكانت النتيجة الكارثية للقلعة العربوية والتي سيظل التاريخ يقف عندها كثيرا مهما كانت الظروف التي تعرض لها العربي في هذه المباراة، ليتجمد رصيد الفريق عند 23 نقطة احتل بهم المركز الثامن. وواصل الرهيب الرياني الإبداع في الجولات الأخيرة وحقق انتصاراً كبيراً على معايذر بخمسة أهداف نظيفة في مباراة تسيدها الريان من البداية حتى النهاية، ليواصل الرهيب انتصاراته وإبداعاته وليرفع رصيده إلى 44 نقطة احتل بهم المركز الثالث، واقترب أكثر من القمة التي أصبح لا يفصله عنها سوى 6 نقاط فقط، بينما خسر معايذر نقاطا في منتهى الأهمية في ظل صراعه على الهروب من شبح الهبوط، وليتجمد رصيده عند 16 نقطة احتل بهم المركز 13 وقبل الأخير. أكيد الريان فريق كبير، وحاولنا أن احنا نجاريهم وزي ما تقول نطلع بنقطة على الأقل، بس عندنا نقص، احنا يعني عندنا نقص الفريق في خطوط الفريق. الحمد لله على كل حال، يعني كرة القدم. مبروك جمهور ريان، إدارة، جهاز فني، مبروك لكل شخص حضر. هارد لك نادي معايذر. بالنسبة للمباراة اليوم زي ما انتم شايفين فريق ريان مر بمرحلة يعني ممتازة جدا. احنا
مقبلين على مباراة الوحدة. إن شاء الله أن احنا كنا جالسين نهيئ الفريق يعني أفضل تهيئ للبطولة الآسيوية، وزي ما انتم شايفين الحمد لله يعني داخلين على بطولة أبطال آسيا نتيجة جيدة. واستمرت انتفاضة الإخريطيات الذي حقق فوزه الثاني على التوالي، وكانت هذه المرة على حساب فريق الجيش بهدفين لهدف في مفاجآت لم يتوقعها الكثيرون، ليرتفع رصيد الإخريطيات إلى 22 نقطة، قفز بهم بجدول الترتيب ليحتل المركز العاشر وليقترب من منطقة الأمان، بينما واصل فريق الجيش مسلسل التراجع الذي بدأه منذ فترة عندما كان يتصدر الجدول ويتلقى خسارة جديدة أوقفت رصيده عند 39 نقطة، احتل بهم المركز الرابع. وبتعادل بطعم الخسارة للفريقين انتهت مباراة الوكرة والشحنية بهدفين لكل منهما، وهي النتيجة التي لم يتمناها أي منهما في ظل صراعهما المرير مع الهروب من صراع الهبوط، وخاصة الوكرة الذي تجمد رصيده عند 14 نقطة، بقي بهم في المركز الرابع عشر والأخير وأصبح في موقف صعب للغاية، وكذلك الشحنية الذي اكتفى بنقطة رفعت رصيده إلى 17 نقطة، احتل بهم الترتيب الثاني ليبقى هو الآخر في منطقة الخطر. وبعد فترة ليست بالقصيرة عاد الغرافة لطريق الانتصارات بفوز ثمين وصعب على الخور بهدف نظيف، وهو الفوز الذي رفع رصيده الفريق إلى 34 نقطة، احتل بهم المركز الخامس وجدد آماله من جديد في إمكانية العودة للمربع الذهبي الذي أصبح لا يفصله عنه سوى 5 نقاط فقط، بينما دخل الخور منطقة الخطر مرة أخرى بهذه الخسارة التي جمدت رصيده عند 20 نقطة، تراجع بهم إلى المركز 11. مبروك الأخوان في الغرافة، نحن إن شاء الله معوضين خير. أنا الصراحة أشوف إن المباراة يعني نحن كنا زينين فيها وخلقنا فرص الشوط الأول والشوط الثاني وحاولنا نسوي كل شيء، وما نبغى نتكلم عن التحكيم، بس يعني والله الخور كل مباراة يأخذ بلنتي ولا كل مبارتين فيها بلنتي لنا، والهدف مالنا يعني ما أدري شلون الحارس مسيطر على الكورة وأصابعه بس اللي فوق الكورة، شلون مسيطر على الكورة؟ هذه الأجزاء البسيطة في نهاية الدوري تفرق معنا، خاصة الفرق اللي تحاول تحسن موقفها. فيا ليت زي ما نحن اللاعبين نركز ونحاول على نهايه الموسم، يا ريت يا اخوان الحكام يركزون معنا قد ما يقدرون، لان في اجزاء بسيطه تفرق معنا كثير. المباراه كانت صعبه، الحمد لله الشباب ما قصروا، كل واحد سوى اللي عليه، والحمد لله فزنا، وان شاء الله الجايات احسن ان شاء الله. وبهدف قاتل في الوقت القاتل تخطى السيلية العميد الأهلوي بهدفين مقابل هدف، ليتقدم الفريق السيلوي بجدول الترتيب إلى المركز التاسع برصيد 23 نقطة، ليبتعد قليلا عن منطقة الخطر وصراع الهبوط، بينما تراجع الأهلي إلى المركز السابع بعدما تجمد رصيده عند 24 نقطة.